مندي لو نشوفوا يعني الدور تاعو فوق ارضيه الميدان، مندي ني بلو مندي تاع السنوات اللي فاتت منذ تغيير يعني الحق نهار وين مندي وين مندي يعني ماهوش يقدم في المنتخب الوطني حتى يعني في المباراه السابقه كان الناخب الوطني اعتمد عليه على الجهه اليمنى صحيح يعني لما كان المرض تاعو كارثي في وسط الدفاع عرض يحولوه للجهه اليمنى صحيح هو ذلك الشخص المنضبط الليدر القائد عنده في الجروب وزن يعني حتى انه مقرب جدا من جميع اللاعبين. تصور انه عيسى ماندي خلال فتره الصيفه هو يتصل باللاعبين يحوس عليهم وينسينيا ويعني قريب اللي طري باروش دي جوار يعني يصلح في دور القائد، لكن في دور اللاعب الاساسي ما عندوش مكانه ما عندوش مكانته في التشكيله الاساسيه، خاصه انك اليوم راك تلعب بمثابه مباريات وديه لانه منتخب طوغو لانه منتخب طوغو ولا ليبيريا ما احترامنا يعني لهم ماهمش في مستوى المنتخب الوطني وهذا نفس الشيء نفس الخطا اللي كنا وقعنا فيه خلال الاقصائيات السابقه مع الناخب الوطني جمال بالماضي كنا نديروا 5 سير 6 6 سير 6 ونروحوا الكوب دافريك يعني نخرجوا من الدور الاول مي. علاه؟ لانه في وقت وين لازم تحوس على الخيارات وتجرب لاعبين جدد وتعطيهم الثقه ما ديرهاش. انت اليوم تلعب موندي بعد تلحق كوب دافريك زيد تخرج من بريميتور علاه؟ موندي الان خلاص لازم تجيب لاعب واحد اخر انتهى استنفدناه عيسى بارك الله فيك عيسى وعيسى هل هناك خيارات كمال؟ هل هناك خيارات؟ اش ما كانش خيار انت عندك اليوم توقاي عندك غزال عبد اللهوي كداد عندك هذه في البطوله المحليه عندك مداني راه متواجد في المنتخب عندك بن سبعيني بالعيد بالعيد استدعيه اكثر من 10 مرات للمنتخب الوطني سؤال يطول بالعيد ايضا مر بوضعيه صعبه في هذا اللقاء ولكن نتكلم كمال 10 10 10 استدعاءات ولا اكثر للمنتخب الوطني ما شفناش ولا دقيقه مع المنتخب الوطني يعني شيء محير شيء محير كداد نفس الشيء شوف الشيخ انا جبت لي مقبلات كي قتيل استراتيجي اليوم انا نشوف باللي بيتكوفيتش راهو يعاود في نفس الاخطاء اللي وقع فيها جمال بالماضي نفس خلال التصفيات لانه دوك الى ما هي هذه الاخطاء كمان دوك اذا المنتخب الوطني انا نلعبوش نربحو ونتاهلو انا نقول لك اي فريق من البطوله الوطنيه نلعبو مع طوغو وليبيريا نربحو صح ما كان نعرفوا بعضنا كنا نلعبوا مع تشاد والنيجر هذا هو المستوى تاع افريقيا يعني المباريات هذه ليست معياريه في التصفيات 90% تاع التشكيله تاع ليبيريا